بعيدا عن أرضي. ما أبشع الكسكس الذي نأكله هنا في هذا المطعم الباريسي. إنه عبارة عن ماء ودقيق، ورغم ذلك فإنه سيكون غدائي غدا، لأنني أشتاق إلى رؤية تلك الوجوه السمراء التي جاءت مثلي يشدها الحنين إلى البلاد. سئمت العيش في ديار الغربة، سأرجع إلى وطني، وسوف أبني بيتا هنالك في أرض الشمس، في أرض الدفء، سأبنيه هنالك مع النقاء والطهر والنور.